لكن عموما تحليل 11 دراسة علمية شملت أكثر من 25,000 رجل وجدت أن المتزوجين أو المرتبطين بعلاقة لديهم مستويات أقل من هرمون التستوستيرون. من المثير للاهتمام أن هذا كان الحال بشكل خاص في الدراسات التي أجريت على الرجال في منتصف العمر وأقل من ذلك عند الرجال الأكبر سناً. أظهرت الأدلة السابقة أن الرجال يلاحظون انخفاضاً في مستوى هرمون التستوستيرون لديهم عندما يتوقعون طفلاً، والرجال الذين ينخفض لديهم الهرمون بشكل أكبر يكونون أكثر اهتماماً بأطفالهم ويشعرون بمزيد من الرضا كونهم أصبحوا آباء. عند الرجوع إلى أسباب انخفاض هذا الهرمون بشكل عام، وجدت الدراسات أن الرجال الذين لم يمارسوا أكثر من 75 دقيقة من النشاط البدني القوي أسبوعياً لديهم انخفاض في هرمون التستوستيرون مقارنة بالأكثر نشاطاً. كانت مستويات الهرمون أيضاً أقل لدى الرجال أصحاب الوزن الأعلى، كما أن تركيزات الهرمون أقل قليلاً لدى الرجال الذين كانوا مدخنين سابقاً مقارنة بغيرهم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.